ومن مهرجان كان السينمائي إلى أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعود فيها مرة أخرى إلى سارة نجيب. إليك سارة. شكرا يوسف وسحر. مرة أخرى مشاهدينا هذه وقفتنا الأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة 34-21، الإسكندرية 25-30، مطروح 24-19، بورسعيد 30-20، والإسماعيلية 34-21. وإلى السويس 32-21، العريش 31-20، طابة 24-17، شرم الشيخ 34-24، والغردقة 34-24. ونذهب إلى الأقصر، والأقصر 39-26، أسوان 40-28، الوادي الجديد 36-25، شلاتين 33-25، وأخيرا حلايب 33-25. والآن مشاهدينا نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.